اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعترافات امرأة، ايه العنوان ده؟ بس هذه المرأة ستعترف باعترافات في حق الرجل، بفضل الرجل أو بفضل الأب، ستتكلم عن فضل الآباء. نحن نتكلم كثيرا عن فضل الأمهات وننسى أو نتناسى فضل الأمهات. تقول إحدى النساء بعد 17 سنة من الزواج إن الرجل هو أجمل مخلوق خلقه الله عز وجل وصوره، فهو يضحي بجميع الأشياء التي بين يديه ليعطيها لأخته أو لابنته أو لأمه أو لزوجته أو أبيه أو حفيده. هو الذي يضحي بشبابه وصحته من أجل زوجته ومن أجل أولاده من خلال عمله بشكل متواصل وأحيانا لأوقات متأخرة من الليل دون أن يتذمر أو يشكو. هو الذي يحاول بناء حياة عائلية ومستقبل لأولاده، ولو أدى به ذلك إلى الاشتغال بعملين أو أكثر في يوم واحد ولو على حساب صحته. هو الذي يكافح ويناضل بشكل دائم ثم يتحمل عتاب أمه وأبيه وتوبيخ رئيسه في العمل، وفوق ذلك كله فاللوم كل اليوم، كل اللوم يقع على رأسه دائما. إذا خرج للترفيه عن نفسه قليلا فهو إنسان غير مسؤول، وإذا بقي في المنزل فهو رجل كسول. إذا وبخ أبناءه فإن أخطأوا يعني فهو متوحش، وإن لم يوبخهم فهو متساهل. إذا منع زوجته من العمل فهو متسلط، إذا تركها تعمل فهو مستغل. إذا سمع كلام زوجته فهو خانع، إذا سمع كلام أمي فهو خادع. رغم ذلك الأب هو الإنسان الوحيد في العالم الذي يتمنى أن يصبح أولاده أفضل منه في كل شيء. الأب هو الذي يرضى عن أولاده ويدعو لهم بالخير وهو في قمة خيبة أمله منهم. الأب هو الذي يعطي أولاده أفضل ما يملك، بل كل ما يملك، إن لم يستطع أن يقدم لهم أفضل ما في العالم. الأب هو الذي إذا طلب أولاده منه أن يأتي لهم بنجمة من السماء أحضر لهم الشمس والقمر والنجوم، بل وحاول أن يحضر لهم السماء بكل ما فيها إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كانت الأم تحمل أطفالها 9 أشهر في أحشائها، كذلك الأب يحمل أبنائه في عقله وتفكيره العمر كله. فالعالم بأسره بخير ما دام رب العائلة بخير. وتنهي هذه المرأة الصادقة الصدوقة حديثها باعترافها بقولها احترموا كل رجل وكل أب في حياتكم، فأنتم لن تقدروا ولن تعلموا أبدا كم التضحيات التي يبذلها الأب من أجلكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في آبائنا إن كانوا أحياء، وأن يرحمهم إن كانوا أمواتا. لا تنسوا في سجودكم الدعاء لآبائكم ولأمهاتكم أن يحفظهم الله عز وجل بحفظه وأن يرحمهم برحمته. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.